بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثامن مع شرح قصيدة رثاء لابن الرومي. إذا هو نص أدبي، هذا النص الأدبي للشاعر ابن الرومي وهو بعنوان رثاء. قبل أن نبدأ بشرح القصيدة نريد أن نتعرف على هذه الأبيات هنا بين يدي النص. الآن الأبيات الآتية لابن الرومي: علي بن العباس كان رومي الأصل، شاعر عباسي، إذن هو شاعر من العصر العباسي، اشتهر بماذا؟ بالتشاؤم، فكان ينظر إلى الحياة بنظرة تشاؤمية، والتطير بسبب عوامل كثيرة منها النكبات المتتالية لفقده أفراد أسرته. إذن الشاعر هذا فقد أفراد أسرته، لذلك كان متشائما واحدا بعد الآخر، كما اشتهر بالهجاء والمديح والوصف. إذا هذه الأغراض الشعرية التي كتب فيها ابن الرومي، كتب قصائد في الهجاء وفي المديح والوصف والرثاء. والرثاء هي قصيدتنا اليوم بعنوان رثاء. الآن هذه القصيدة في الأبيات الآتية: يرثي الشاعر ولده من الأوسط محمدا، اسمه محمد. إذا لو قلنا، لو جاءكم سؤال في الاختبار تحت أي غرض شعري تنتمي هذه القصيدة، نقول تنتمي تحت غرض الرثاء. فهو يرثي ولده الأوسط اسمه محمد، ويصف لنا في إطار شعري صادق. إذا لو أيضا سئلنا عن العاطفة، كيف كان، ما هي عاطفة الشاعر؟ نقول عاطفة الحزن، وهي عاطفة صادقة. لماذا؟ لأنه يرثي ولده الذي مات وفقده، فالعاطفة بكل تأكيد ستكون عاطفة حزن صادقة. هذه هي الأبيات، الآن بإذن الله تعالى سوف نشرحها بالتفصيل. نأتي هنا إلى الفكرة الرئيسة. ما هي الفكرة الرئيسة لهذه الأبيات؟ الفكرة الرئيسة هي رثاء ابن الرومي لابنه الأوسط، وقلنا اسمه محمد. الفكرة العامة للأبيات من البيت الأول إلى الرابع هي سخط الشاعر على الموت، يعني غضب الشاعر من الموت. أما الفكرة للأبيات من الخامس إلى السابع فهي تحسر الشاعر على فقدان ابنه الأوسط محمد. والأبيات من الثامن إلى العاشر تتكلم عن ماذا؟ عن مرض الابن قبل موته. أما الأبيات من الحادي عشر إلى الرابع عشر فهي تغير حال الشاعر بعد موت الابن. نأتي الآن إلى شرح الأبيات من الأول إلى الرابع. لاحظوا هنا قال في البيت الأول: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي. في البيت الأول بكاؤكما يخاطب من؟ هنا يخاطب عينيه. بكاؤكما أيتها العينين يشفي، يشفي ومعناها هنا يريح، يعني البكاء يريح الشاعر. وإن كان لا يجدي، هو يريحني ولكنه لا ينفع. إذن لا ينفع هذا البكاء ولا يفيد إلا أنه يريح الشاعر. فجودا فقد أودى نظيركما عندي. فجودا أي أكثر من البكاء، يعني يخاطب عينيه ويطلب منهما أن يكثر من البكاء. فجودا فقد أودى نظيركما عندي، ومعنى نظيركما أي شبيهكما. لاحظوا، أودى بمعنى هلك، ونظيركما مثلكما أو شبيهكما. هذه معاني الكلمات في البيت الأول. أما بالنسبة لشرح البيت الأول طبعا والثاني هو وحدة واحدة، نقرأ البيت الثاني قبل الشرح: ألا قاتل الله المنايا ورميها من القوم حبات القلوب على عمدي. هنا دعاء من الشاعر، سوف نتكلم عنه الآن في الجماليات. ألا قاتل الله المنايا، ما معنى المنايا؟ المنايا معناها الموت، والمفرد هو المنية، فيدعو الشاعر على الموت وعلى المنية. هنا يقول: ورميها، ما معنى رميها؟ فهي أصابت من؟ يعني لاحظوا، رميها
يعني إصابتها، فهي أصابت ولده محمد من القوم، ورميها من القوم يعني أصابت من القوم حبات القلوب، يعني لم تختر من القوم ومن الناس إلا حبات القلوب. ولاحظوا هنا حبات القلوب، ما معناها حبات القلوب؟ أي فلذات الأكباد أو الأبناء. على عمدي أي على قصد، إذا يقول أن الموت قد اختار ولده من بين كل الناس عن قصد وعمد. نأتي إلى شرح الآن البيتين. لاحظوا هنا شرح البيت الأول والثاني. هنا يخاطب الشاعر من؟ كما قلنا قبل قليل، يخاطب الشاعر عينيه قائلا: إن بكاءكما على ابنه الذي فقده يشفيه من بعض ما يجده من حزن وأسى، وإن كان لا ينفعه في رد ابنه إليه. إذن لماذا لا ينفع؟ لأن البكاء لا يستطيع أن يرجع ولده الذي مات. ويطالبهما أي يطالب العينين بكثرة البكاء. لماذا؟ معللا ذلك بأن مثليهما في المكانة والمنزلة قد هلك. يعني يقول أن إذا كان ابني وحبيبي قد مات وهلك، فأنتما أيتها العينين أهلكا وجودا بالبكاء. الآن هنا نرجع إلى البيت الثالث. توخى حمام الموت أوسط صبيتي. لاحظوا هنا معنى توخى. توخى بمعنى اختار وانتقى. يقول توخى حمام الموت، ومعنى حمام القضاء، وهو القضاء. أوسط صبيتي، فكان والده محمد الولد الأوسط، وصبيتي هنا جمع صبي. فلله كيف اختار واسطة العقد، فهنا يقول فلله. لاحظوا هنا تعجب، لاحظوا يتعجب الشاعر هنا. فلله كيف اختار واسطة العقد، يعني اختار من من أبنائه؟ اختار الابن الأوسط، وواسطة العقد هي الجوهرة التي تتوسط العقد وتكون في المنتصف. وهنا نلاحظ الآن في شرح الثالث والرابع يدعو الشاعر على الموت. لاحظوا هنا كيف دعا على الموت، ما زال يدعو ويقول فلله كيف اختار. الآن هنا في البيت الرابع قال: على حين شمت الخير من لمحاته وآنست من أفعاله آية الرشد. هنا يقول شمت أي تأملت. يقول أنا عندما تأملت من ولدي الخير ووجدته فيه من لمحاته، أي من محاسنه أو صفاته، يعني عندما وجدت الخير وتأملت الخير من لمحات ابني وصفاته، وآنست من أفعاله آية الرشد. آنست أي ووجدت من أفعاله أي صفاته وأفعاله التي كان يفعلها آية، أي علامة الرشد، والرشد هو التعقل والحكمة. يعني في هذا البيت يمدح ابنه بأنه كان يعمل الخير ووجد فيه صفات الخير وعلامة الرشد والحكمة والعقل. فلاحظوا هنا شرح البيت الثالث والرابع. يدعو الشاعر على الموت واختياره عن تعمد وقصد فلذات الأكباد، مخبرا أن الموت اختار ابنه الأوسط عندما قال واسطة العقد، متعجبا عندما قال فلله كيف اختار الجوهرة التي في وسط العقد وهي أثمن ما فيه وأنفسه. إذن هي أثمن ما فيه وأنفسه، مشيرا بذلك إلى مكانة ابنه الخاصة في نفسه. إذن لو قيل لكم ماذا تعني كلمة واسطة العقد، نقول أن تدل على مكانة الولد وعلى مكانة محمد عند أبيه، فهو أثمن وأفضل أولاده. كما أن واسطة العقد وهي التي تكون في وسط العقد هي أثمن شيء فيه. وهنا متحسرا عليه، يعني على موته، فقد انتشله الموت. ومعنى انتشله أي أخذه في وقت بدأ يجد فيه صفات الخير والرشد والصلاح. الآن ما هي الجماليات والأساليب في الأبيات من الأول إلى الرابع؟ الصورة الجمالية في البيت الأول عندما قال بكاؤكما يشفي، شبه الشاعر الدموع بالدواء الشافي.
والصورة الجمالية في البيت الثاني عندما قال: ألا قاتل الله المنايا ورميها من القوم حبات القلوب على عمدي. هنا تشبيه، حيث شبه الشاعر المنايا بماذا؟ بالعدو الذي يقاتل. والصورة الجمالية في البيت الثالث عندما قال: توخى حمام الموت أوسط صبيتي. شبه الشاعر الموت بماذا؟ بإنسان يختار ضحيته. والصورة الجمالية في البيت الثالث عندما قال: فلله كيف اختار واسطة العقد. شبه الشاعر ابنه الأوسط بماذا؟ شبهه بالجوهرة الثمينة التي تتوسط العقد. والعقد دال على الترابط والجمال، وإذا فقد العقد وسطه سيفقد معه الكثير. وعندما قال أيضا فجودا، فجودا هذا أسلوب أمر، ما الغرض منه؟ هو التمني. سؤال هنا للمناقشة على الأبيات السابقة: صور الشاعر الموت بإنسان يختار ضحيته، حدد البيت الدال على ذلك. هو البيت الثالث. هذا سؤال جاء في أسئلة الاختبارات النهائية. وجد الشاعر في ابنه التعقل والصلاح قبل فقده، أين نجد هذا؟ عليكم أعزائي الطلبة فهم القصيدة وحفظ الشرح وفهم معاني الكلمات حتى تستطيعوا الإجابة على مثل هذه الأسئلة. حدد البيت الدال على ذلك. البيت هو البيت الرابع عندما قال على حين، فهو البيت الرابع. وعندما قال وآنست فيه، وآنست من أفعاله آية الرشد، وهنا قال الخير، يعني وجد فيه الخير. الآن الأبيات من الخامس إلى السابع: طواه الردى عني فأضحى مزاره بعيدا على قرب قريبا على بعدي. لاحظوا هنا طواه الردى، ما معنى طواه؟ طواه أي دفنه وأبعده. الردى ومعنى الردى كذلك، لاحظوا هنا الردى، الردى هو الموت، يعني يقول أن الموت طوى وأخفى ابنه. فأضحى مزاره، مزاره يعني قبره ومثواه الذي يزار. وأضحى مزاره بعيدا على قرب قريبا على بعدي، يعني يقول هو أن القبر هو قريب منه ويستطيع أن يزوره لكنه بعيد لأن ولده أصبح ميتا. الآن هنا في شرح البيت الخامس لاحظوا هنا: أبعد الموت الابن الصغير عن والده فأصبح مزاره بعيدا رغم قربه مكانا، يعني القبر مكانه قريب لكن الولد ميت وبعيد. وفي البيت السادس قال: لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها وأخلفت الآمال ما كان من وعدي. لاحظوا لقد أنجزت فيه، أنجزت يعني حققت ونفذت الوعد. والمنايا كما قلنا قبل قليل مفردها منية وهي الموت، ووعيدها يعني التوعد بالشر. يقول أن المنايا وفت بوعدها وأخذت ابنها وأخلفت ماذا؟ أخلفت الآمال، فقد كان يتأمل من ولده أن يعيش وأن يكبر ولا يموت في هذا العمر وفي هذا السن. وأخلفت الآمال ما كان من وعدي، وهنا أخلفت أي نقضت، والأمال وهي الأمنيات، ووعد هو الوعد بالخير. إذن المنايا ماذا فعلت؟ وفت بالشر ولم تفي بالخير وهو الوعد. وهنا في شرح البيت السادس يقول: يشبه الشاعر الموت بعدو نفذ تهديده باختطاف الابن الأوسط، ويتحسر على الآمال التي أخلفت وعدها، فقد يأمل أن يكبر الابن ويكون له شأن كبير، لكنه مات ولم يحصل ذلك. وفي البيت السابع الآن هنا كما تلاحظون، البيت السابع يقول: لقد قل بين المهد واللحد لبثه، فلم ينس عهد المهد إذ ضم في اللحد. يقول هنا، والمهد المقصود به فراش الطفل، واللحد هو القلب، ومعنى ضم وضع، معنى ضم وضع. فيقول هنا لقد قل بين المهد واللحد لبثه، يعني الفترة ما بين ولادته وعندما كان في المهد إلى أن وضع في اللحد، واللحد هو القبر،
كان الوقت الذي لبثه في الحياة الدنيا قليلا، لقد قل، فلم ينس عهد المهد إذ ضم في اللحد. الآن نأتي هنا إلى شرح هذه الأبيات. يقول في البيت السابع: يتحسر على الحياة القصيرة، إذا عندما قال لقد قل، التي عاشها الابن، حتى أنه لم يعش فترة كافية لينسى عهد الطفولة التي كان يحياها حين اختطفه الموت. الجماليات والأساليب في الأبيات السابقة عندما قال لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها، هنا يشبه الشاعر الموت، وقلنا المنايا هو جمع منية وهو الموت، يشبه الشاعر الموت بعدو نفذ تهديده باختطاف الابن الأوسط. الآن هنا معنا أسئلة للمناقشة. ماذا يقصد الشاعر باستخدام كلمة بعيدا وبعد في البيت الخامس؟ قصده القبر، أي أن ابنه كان في القبر. ماذا يقصد الشاعر حين استخدم أيضا كلمة على قرب أو وكذلك قريبا في البيت الخامس؟ أي في قلبه، يعني الولد قريب أنه في قلبه، وبعيد أو على بعد حيث أنه موجود في القبر. الآن شرح الأبيات من الثامن إلى العاشر. قال هنا في البيت الثامن: ألح عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد. ألح هنا معناها استمر، يعني ألح عليه النزف، استمر عليه النزف وهو سيلان الدم، حتى أحاله، يعني حتى حوله إلى صفرة، يعني أصبح لونه أصفرا كنبات الزعفران، إلى صفرة الجادي. لاحظوا هنا الجادي معناها الزعفران. عن حمرة الورد، يعني تحول لونه من أحمر إلى أصفر، وذلك بسبب النزف والدم الذي سال منه. الآن لاحظوا هنا شرح البيت الثامن والتاسع والعاشر، هذا كله نفس الموضوع، حيث يتكلم كما قلنا عن فعل الموت بابنه. قال: وظل على الأيدي تساقط نفسه، ويذوي كما يذوي القضيب من الرند. لاحظوا هنا معنى ويذوي، ما معناها؟ يعني يقول ظل ولده على الأيدي، الأيدي وهي جمع يد، تساقط نفسه، ويذوي يعني ينقص شيئا شيئا فشيئا، يعني يموت رويدا رويدا. والقضيب هو الغصن المقطوع أو عود الشجرة. لاحظوا: ويذوي كما يذوي القضيب، يعني يقول أن ولده كان بين يديه يموت شيئا فشيئا، كما يموت وينشف القضيب وهو الغصن المقطوع أو عود الشجرة. والرند هنا كما تلاحظون في آخر البيت معناها شجر طيب الرائحة. وفي البيت العاشر قال: عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له ولو أنه أقسى من الحجر الصلدي. هنا معنى لم ينفطر، يعني يقول عجبت لقلبي لم ينفطر، يعني لم ينشق. ومعنى أقسى يعني أكثر صلابة من الحجر الصلدي، ومعناها الصلب. فشرح الأبيات السابقة، ويقول يصور فترة مرض الابن. إذن هنا في الأبيات هذه من الثامن إلى العاشر يصور الشاعر فترة مرض الابن، فقد دام به النزف، فتحول لونه من حمرة الورد الدالة على السعادة والنضارة إلى اللون الأصفر الشاحب، وأخذت نفسه تتساقط شيئا فشيئا، ويذبل جسده الغض، يعني الطري الفتي، كما يذبل عود الطيب. ولذلك فالشاعر يتعجب لقلبه، وكيف لم يتشقق حزنا وألما لمنظر الابن والموت يأخذه. الجماليات والأساليب في الأبيات السابقة، عندما قال حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد، هنا شبه الشاعر ابنه قبل المرض بالورد، وبعد المرض شبهه بنبات الزعفران. ويذوي كما يذوي القضيب من الرند، وهنا شبه الشاعر حال ابنه عند الموت بحال عود الرند الخفيف الذي يذبل. وكيف لم ينفطر له، أسلوب هنا استفهام، والغرض من هذا الاستفهام هو التعجب.
وفي الأبيات من الحادي عشر إلى الرابع عشر يقول الشاعر: لعمري لقد حالت بي الحال بعده، ألا ليت شعري كيف حالت به بعدي. يعني لعمري، هذا قسم، لاحظوا، لعمري يقسم بعمره: لقد حالت بي الحال بعده. حالت يعني تغيرت، يعني حال الشاعر تغيرت بعد موت ولده. لقد حالت بي الحال بعده، ألا ليت شعري كيف حالت به بعدي. وفي البيت الثاني عشر يقول: ثكلت سروري كله إذ ثكلته، وأصبحت في لذات عيشي أخا زهدي. ثكلت يعني بمعنى فقدت، يعني فقدت سروري، يعني أصبحت حياته كلها حزن، فقد فقد سروره بعد موت ولده. ثكلت سروري كله إذ ثكلته، يعني إذ فقدت ولدي، وأصبحت في لذات عيشي أخا زهدي. يعني يقول، والسرور هو السعادة، ومعنى ثكلته أي فقدته، أي فقدت ولدي ولذات عيشي، يعني الدنيا، فأصبح أخا زهد، يعني تاركا لملذات الدنيا، فهو لا يستمتع بالدنيا وملذاتها بعد موت ولده. أريحانة العينين والأنف والحشا، ألا ليت شعري هل تغيرت، هل تغيرت عن عهدي. أريحانة، لاحظوا هنا عندنا أسلوب استفهام، أريحانة العينين، وهنا ريحانة العينين يعني يشبه ولده بالريحانة، ريحانة العينين. والأنف والحشا، ألا ليت شعري هل تغيرت، هل تغيرت عن عهدي. وهنا في شرح، وكذلك البيت الرابع عشر: سأسقيك ماء العين، يعني يقول الشاعر: أنني سأسقيك يا ولدي ماء العين، ما أسعدت به وإن كانت السقيا من الدمع لا تجدي. يقول: ولو أنا، والمقصود بماء العين يعني هو البكاء والدموع، يقول يعني سأبكي عليك حتى أسقيك وأنت في مكانك. ويقول هنا أيضا: وإن كانت السقيا من الدمع لا تجدي، ومعنى لا تجدي يعني لا تنفع. يقول: سوف أبكي عليك وأسقيك من دموعي، وإن كانت هذه الدموع لا تجدي ولا تنفع. فشرح الأبيات البيتين الحادي عشر والثاني عشر يؤكد الشاعر أن حاله تغيرت بعد وفاة ابنه، متمنيا أن لو كان يعلم كيف سيكون حال ابنه بعد فراقه والده. ويشرح الشاعر كيف تغيرت وتبدلت حاله بعد موت ابنه، فيذكر أنه فقد سروره كله إذ فقد ولده، كما أنه زهد في الدنيا، في الحياة الدنيا وفي لذاتها، يعني لم يعد يستمتع في الحياة الدنيا. أما البيتين الرابع، الثالث عشر والرابع عشر، يخاطب الشاعر ابنه فيناديه بأنه ريحانة عينيه وأنفه وكذلك حشاه، ويتمنى لو كان يعلم هل تغير ابنه على العهد الذي كان عليه. ومع أن البكاء لا ينفع، يؤكد الشاعر أنه سيظل يبكي على ابنه ما دام في عينه قطرة دمع. بالنسبة للجماليات والأساليب في الأبيات الأربعة السابقة، عندما قال: لعمري، هذا أسلوب قسم، وكيف حالت به بعدي، هذا أسلوب استفهام، استخدم أداة الاستفهام كيف، وثكلت سروري، شبه الشاعر السرور بإنسان يفقد أو ميت، سأسقيك ماء العين، هنا كناية عن كثرة البكاء واستمرار انهمار الدمع، وقد شبه الشاعر الدمع بماذا؟ بماء يشرب. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح هذه القصيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.